حسام عبد المجيد طبعا تلقى اشاده كبيره جدا من مدربه مستر فيريرا، وفي جلسه طويله جمعت بينه وما بين مستر فيريرا، واكد له ان هو سعيد بادائه، وطبعا اكتساب الخبرات جنب محمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمود علاء، وده الهدف طبعا اللي قلنا عليه اللي جابه حسام عبد المجيد في المقاولين العرب والزمالك حصد من خلاله 3 نقاط. بما يخص طبعا لقاء القمه، ممكن جدا يبقى موجود حسام عبد المجيد اساسي، وممكن ما يبقاش موجود الله اعلم لوجود محمود علاء، ممكن يبدا محمود علاء، ممكن يبدا حسام عبد المجيد، دي حاجه ترجع لمستر فيريرا، ولكن الاشاده من مستر فيريرا هي شيء جيد بالتاكيد للاعب.